وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أوضح الملازم أول محمد إبراهيم الرئيس ضابط علاقات عامة بالإدارة العامة للدفاع المدني، أوضح بأن حملة السلامة في فصل الشتاء التي نفذتها الإدارة العامة للدفاع المدني تهدف إلى نشر مفهوم السلامة العامة خلال موسم فصل الشتاء. نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني حملة السلامة في فصل الشتاء، وقد قام فريق توعوي خاص بالإدارة بالتواجد في المجمعات التجارية والأماكن العامة والكشتات لاستهداف المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. يعني الهدف منها كان نشر مفهوم السلامة العامة خلال فصل الشتاء، وتجنب الحريق والحوادث والتعامل مع سقوط الكميات الكبيرة من الأمطار لا سمح الله. من ضمن الاستراتيجية التوعوية اللي تنتهجها الإدارة في فصل الشتاء هو تكثيف المحاضرات الشاملة في أمور السلامة لرباط المنازل وجميع فئات المجتمع، لحرص الإدارة أن يوعون الأخوة المواطنين والمقيمين. تم خلال الحملة جانب من الحملة أن كان هناك توزيع لمطويات تختص في موسم الأمطار اللي تم إعدادها أخيرا في الإدارة.